بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا بالموضوع الثاني اللي هو الفورير سيريز. مدرس المادة حسين علي رسول الهبي. هنا راح ناخذ الفورير سيريز مو بشرط نلتزم بالدوكيومنت الموجود عندنا، فهنا انا ناخذ الفورير سيريز شويه بشكل افضل او ابسط. فنبدا محاضرتنا بالفورير سيريز. خلينا نتعرف شنو الفورير سيريز وكيفيه حساب الفورير سيريز وما المقصود بالسيريز والى اخره من المواضيع او المحاور اللي نتناولها ان شاء الله بالنسبه للفورير سيريز. فنقول بالنسبه ان سنبدا راح نبدا محاضرتي بامثله مثالين حتى نفهم شنو السيريز والانفاناي سيريز. فلو ناخذ اكزامبل عندنا هذا اكزامبل اللي هو هذا اكزامبل الاكزامبل القيم اللي راح تكون عندي 1 2 3 1 2 4 8 الى حد 16. زين هسه هذا المثال رد اريد السيريز مالته. فشو اقول السيريز؟ شنو نقصد بالسيريز؟ السيريز هي sum of sequence of number، عرفنا. فهي شنو مقصود بالسيريز؟ هسه فورير سيريز، السيريز شنو نقصد بها؟ فقط الجزء. السيريز هو مجموع السيكونس اوف مجموع سلسله من الاعداد. يعني لو اريد السيريز مال هذا شلون احسبه؟ اقول 1 1 + 2 + 4 + 8 + 16، هذا يمثل لي السيريز. اما انفاينايت سيريز، اذا اقول انفاينايت سيريز هي معناها الكونفيرجز. يعني هنا الكونفيرجز راح تكون هي تو بارتيكولر فاليو، هي بارتيكولر هاز كومن ريشيو ليس ذان 1. هنا راح تكون القيمه مالتي اصغر من 1، هذا اسميه بالانفاينايت سيريز. يعني اكزامبل مثلا 1 1/3 هذا اقل من 1، 1/9 وهكذا، فإلى آخره راح تكون النتيجة عندي بالأخير هي 3/2 وهي أصغر من، راح تكون عندي كل قيم من ذن هي تكون هي ratio مالتي كمل ratio less than 1. فهذا أعتبره هو infinite series. هسه صار عندي واضح شنو السيريز وشنو infinite series. زين هنا infinite series بالنسبة للدوال ممكن أن تكون عندي الانفاينايت سيريز اكسبانشن اوف فانكشنز، ممكن ان تكون عندي للساين اكس او لللوج، هاي كلها فانكشنز، او الاكسبونينشال ممكن ان احسب الفاينايت سيريز. زين نجي الى الفورير سيريز بالنسبه للتراغ للمثلث انفاينايت سيريز او تراغونال انفاينايت سيريز. هنا راح نجي للتراينجولر. بالنسبه للفاينايت سيريز هنا راح نستخدم سم اوف ساين اند كوساين فانكشنز. هنا راح نحسب للسهوله طبعا لانه كل الاشارات مثل لي نقدر نمثلها بطريقه الساين اند كوساين لسهوله الحساب، نمثلها بالسم ساين اند كوساين فانكشنز بدل ما نستخدم بولينوميال for our infinite series. ممكن ان نستخدم الساين والكوساين للسهوله، فراح نستخدم الفورير سيريز لحساب الفورير سيريز نستخدم الصم اللي للساين اند كوساين فانكشنز. راح نجيب الامثله راح يكون اوضح عندي اكثر. زين ناخذ مثال. We will see the functions like the following, which approximate south tooth signal. هنا راح تكون عندي هي south tooth signal، هنا مجموع من الساين، أكثر من ساين عندي. فلاحظ أنه f of the x يساوي 1 + 2 sin t - sin 2t + 2 على 3 sin t إلى آخره. السؤال هنا راح يكون عندي بالنسبه لهسه هذا اللي عندي الاكزامبل، هذا الاحظ انه اريد احسب له مثلا فورير سيريز او انفاينايت فورير سيريز، مثلا بدي احسب هي، اشوف انا من هنا عندي اكثر من داله، اكثر من ساين موجوده عندي،
فمن أريد أحسب الهيا ما راح أحسبها للكل، وإنما أخذ ترم ترم. يعني قبل البداية تأخذ أول ترم أو أول first term، يعني أخذ أول جزء اللي هو هذا، يعني أخذ 1 زائد 2 sin t، بعدين أخذ الترم الثالث والترم الرابع وهكذا. فهذا راح يبين لي أنه راح لاحظ أن finite series تبيها convergence للإكزامبل موجود عندنا. فهنا نأخذ ترم ترم أو جزء جزء لحساب السيريز إلها. فهذا السؤال يقول لك how does it work، شلون تعمل؟ مثل ما وضحت لكم يعني هسه المثال هذا يقول لك f of t شنو first term of series، اول ترم شو يساوي لي؟ واحد. هذا الواحد هذا الترم شكل رسم الواحد، هذا الامبليتود مال الواحد، اوكي هذا اول ترم. الترم الثاني ايش راح يكون عندي؟ هو 1 زائد 2 sin t first two term of series، هذا راح نمثل اللي هو الساين. هذا الرسم مالت من مال الترم الثاني الاول والثاني. اما الفيرست 3 تيرم اوف سيريز هذا الرسم مالت من مال في فيرست 3 تيرم، وهكذا بالنسبه للبقيه نفس الفكره. هذا هنا نقول انفينايت فورير سيريز بها كونفيرجز تو ساوث توث كيرف. هاي مجرد يوضح لك شلون تصور الانفينايت فورير سيريز لاكثر من داله. ما ناخذها كلها وانما ناخذ ترم ترم ونمثلها بالنسبة للدوال اللي أكثر من دالة. نجي إلى الفول رينج فورير سيريز. هنا الفورير سيريز هي انفينايت سيريز إكسبانشن تتضمن لي تراجو متريكس فوكشنز. يعني هنا خل نجي للقانون الرئيسي للفورير سيريز. هسه احنا راح نجي بالحسابات الرياضية، انتبه علي على هذا المعشراني. شوف هنا قلنا راح نحسب الفورير سيريز بطريقة الساين والكوساين، مجموع الساين والكوساين مثل ما قلنا بالبداية. فالقانون اللي راح نتبعه نستخدمه اللي هو هذا القانون بشكل عام، يقول A sub 0 over 2 plus هذا يعتبر DC زائد summation n equal 1 لحد infinity A sub n هذا coefficient for Fourier series cosine n by t over L اوكي بلس ان ايكوال 1 انفينيتي بي سب ان هذا يعتبر هو كوفيشنت للفورير سيريز بالنسبه للساين. فهذا قانون من قانون البريوديك ويف فورم. اذا الفورير سيريز نحسبها للسيجنال اللي هي تكون تتكرر فترات زمنيه منتظمه او نسميها بالبريوديك سيجنال مثل ما شرحنا انواع الاشارات في المحاضره الاولى بالكلاس. فإذا الفورير سيريز تحسب فقط للإشارات اللي هي تكون بريوديك سيجنال. القانون مالتها هو اي سب 0 اي سب ان اي بي سب ان تعتبر هذا اني المتغيرات هي الكوفيشنت بالنسبه للفورير سيريز والكوساين والساين ذني الدوال، لانه قلنا كل اشاره راح نمثلها ما نستخدم بولينوميال لها لانه الاستخدام البولينوميال راح يكون اصعب عندي، فنمثلها الاشاره عندي بطريقه الساين والكوساين. زين هنا راح يفك السميشن يعوض عنه، مو عندي ان واحد راح نعوض مكان الان هنا قد واحد، فصار عندي كوساين بالنسبه اذا عندي ان ايكوال 1 ايكوال 2 ايكوال 3 الى اخره، بعدين بي 1 بي 2 بي 3 وهكذا. يعني هنا تعويض مال السميشن عوضنا. هذا القانون اللي مأشر لكم اياه هو قانون الفورير سيريز اللي راح نستخدمه ان شاء الله بكل معادلاتنا الرياضيه. زين هنا شيء اللي يقول وير a sub n زائد b sub n تمثل لي هي الفورير كوفيشنت. شو تمثل لي؟ تمثل لي الفورير كوفيشنت. زين اما بالنسبه لل بالنسبه ل a sub 0 اي sub 0 هنا عندي ال a sub 0 شبيهه هذا الجزء، ايش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي الـ هو المين فاليو او بعض المرات نسميه بالدي سي ليفل. هسه واضح هذا اني بس خلنا اشرح بال
زين هنا أنا فهذا نسميه بمن بالدي سي بالدي سي ليفل. زين هسه عرفنا القانون، صار عندي اي سب 1 والبي سب 1 تمثل الفور كوفيشنت، والاي سب 0 اوفر 2 تمثل لي المين فاليو، او بمعنى نمثل لي بالدي سي ليفل. زين نجي الى الفور كوفيشنت فور رينسيرز. الرينج راح يكون عندي بالنسبه هو للانتجريشن مالته، راح ناخذ كل جزء ما عدا الاي. هنا الرينج راح يكون هو البريود عندي، هنا قلنا السيجنال راح نسيب الفور سيريز فقط للبريود سيجنال، مو صحيح؟ يعني عندي الاشاره راح تحسب فقط للبريود سيجنال، اما الاشاره اللي هي تكون نون بريود ما نقدر نحسب لها، ما نقدر نحسب لها الفورير سيريز، لا نستخدم الفورير ترانسفورم اللي هي تكون هي النيكست ليكتشر بالنسبه لنا. هسه عندنا هي الاشاره راح تكون هي البريود واحسب لها الفورير سيريز. زين الرينج راح يكون عندي هو الانتجريشن 2L اللي هو سميناه 2L ومعناه البريود. هسه اذا اريد احسب هذا بالنسبه للفور رينج هو 2L، اذا هالف رينج نصف رينج انتجريشن اسميه بالال. اوكي زين خلينا نجي للمعادله اللي هي اي سب 0 سميناها بالدي سي. فاذا اريد احسب لها الفورير كوفيشنت ايش نحسب؟ اقول 1 على ال، ال عرفنا شنو هو البريود، والانتجريشن ماينس ال من ماينس بريود الى حد ال اف اوف تي دي تي. اما الان اي سب ان شو تمثل لي؟ لا قانونها راح يكون 1 على ال من ال اف اوف تي. فشنو اضربها في؟ اضربها في كوساين البي. لا شو اسوي؟ انا اضربها في من؟ بالساين. اوكي هسه واضحات عندي الاي والاي سب ان والبي سب ان، شلون نحسبهن؟ عرفنا شنو ال، عرفنا ايش وقت نستخدم ذن. طبعا يقول لك هناك بعض المصادر تستخدم 2L كيفك، راح تكون النتيجة اكيد استخدمت هاي المعادلة استخدمنا، راح تكون الريزلت هي نفس، ماكو فرق بالنسبة لنا. يعني احنا بالنسبة بعض المصادر نقسمنا على L، انت ممكن ان تقسم على 2L ما راح يأثر، نفس النتيجة تكون عندك. زين هنا هذا الكونديشن جدا مهم بالنسبة عندي، هو الكونديشن راح نستفاد من عنده بال، نجي الى داتلود كونديشن. يقول هنا شنو الشرط مال هذا؟ يقول اني بيريود ويف فورم اوف بيريود 2L كان بي اكسبريس ان فورير سيريز بروفايد ذات. معناها يقول لك اي سيجنال ويف فورم، اي موجه او اشاره تكون بيريود اللي هي مالت 2L ممكن ان تعبر بطريقه الفورير سيريز ذات. It has finite number of discontinuities within period 2L. Also, ممكن أن تملك finite average value in period 2L. كذلك الشرط الآخر هو it has finite number of positive and negative maximum and minimum. هنا أنا when these conditions is called Dirichlet condition are satisfied, Fourier series for function is exist. يعني أنت بالنسبة لك أي إشارة إذا طبقت عليها هذا الشرط ذن الشروط الثلاثة، فنقدر نقول انه هاي تحقق الفورير سيريز مالتها للفاكشن اف اوف تي موجود. يعني شوف الاشارة، هل البريود هل هي اول مرة تجيك، اول ما تجيك سيجنال طبق ذن الشروط عليها الاي والبي والسي، اذا طبقتن وثلاثة تنفذن على الاشارة نقول لها فورير سيريز، اذا ما طبقن عليها نقول هاي ما لها فورير سيريز. يعني شوفها، هل هي بريود 2L؟ هل هي average value ضمن period 2L average مالتها؟ هل هي finite number ضمن، هل تملك قيم حقيقية بجهة الموجب وجهة السالب؟ فنقدر نقول على هاي السيجنال نقدر نحصلها ونقدر نحسب لها الفورير سيريز. هذا الشرط جدا مهم بالنسبة كأنما تيست، قبل لا تحسب وقبل لا تطبق الرياضيات للفورير سيريز لازم تطبق هذا الشرط. إذا تنفذها نقدر نحسب الفورير سيريز، وإذا فقد شرط من هاي الشروط نقول هاي السيجنال ما نقدر نحسب الفورير سيريز، والفورير سيريز مالتها نوت اكزيست أو غير موجود.
ناخذ مثال طبعا ناخذ مثال اللي حكيناه بالفوريير سيريز. هنا example of Fourier series square wave. هنا موجة هي اللي تكون square wave. sketch the function of three cycle. ارسم الثلاث cycle وتوقف. مو ترسمها لنا هاي نعم ثلاث three cycle وتوقف. f of t شو تساوي لي؟ يقول t اصغر من zero واكبر او تساوي سالب اربعة تكون قيمتها zero، واذا اكبر من صفر واصغر من الاربعة تكون قيمتها خمسة. اوكي f of t ايش راح تساوي بهاي الحاله؟ لازم تعرف البريود. قد راح يساوي البريود مالته؟ مبين f of t سون f of t زائد 8. هنا ايش قد البريود صار لي؟ ايش قد 8. شلون عرفنا؟ عرفنا من هاي القيم. عندي السيجنال راح تكرر فترات زمنيه منتظمه وقيمه البريود مالته بالجهه 4 ب 4 راح تكون عندي 8. اوكي فاذا اول شيء تحسب البريود. هذا المنطق اياه مرات منطقي هذا الشرط انت تكون تعرفه. فيكون f of t يساوي f of t زائد 8. اذا هاي السيجنال شو تمثل لي؟ حسب اللي اخذناه بالمحاضره تمثل لي البريود سيجنال. فاذا شو يقول؟ find the Fourier series for this functions. نجي اول بدايه شو يقول؟ for this test we what trying to do see the final answer using. طبعا هنا راح يستخدم live math animation. طبعا هذا برنامج live math animation يرسم لك السيجنال. تطي الانبوت متغيراته وهو يرسم لك السيجنال. شلون عندنا برنامج مثلا مات لاب وتقدر ترسم به السيجنال، هذا ايضا برنامج ممكن ان ترسم به الاشاره بطريقه اللايف ماث. انت تقدر تستخدم البرنامج المات لاب بالعمل وتقدر ترسم السيجنال. طبعا هاي السيجنال راح تكون اوتبوت مالته بهذا الشكل السكتش. شوف قال لك 3 سايكل، سايكل 1 هذا سايكل 1 سايكل 2 سايكل 3. اوكي هسه اقول لك احسب لي الفوريير سيريز لهاي السيجنال. هسه هذا الرسم احنا بالنسبة لنا تقدر تحسبه توتوريال وسرعا نشوف، وتقدر تحسبه كعملي بهاي الطريقة بالعملية بالماتلاب تقدر ترسمها. فنجي هسه وي نيد نحتاج شنو؟ وي نيد تو فايند ذا فورير كوفيشنت اي نوت واي سب ان اند بي سب ان بيفور وي كان ديترماين ذا سيريز. بالبداية لازم تحدد الكوفيشنت ذين الثلاثة. اوكي خلينا نحسب حسب القوانين الموجودة عندنا. ايش قلنا؟ اي نوت تساوي لنا 1 على ال ماينس ال اف اوف تي. ايش قد ال هنا راح تكون عندي؟ ال هنا راح تكون عندي 4. اوكي زين 1 على 4 الانتجريشن مالت السيجنال تبدي من سالب 4 على 4 منطق اياها بالداله. اف اوف تي تي بتكون 1 على 4 تقول انتجريشن من سالب 4 لمن؟ لا 0. ايش قد قيمته راح يكون؟ اكيد 0. وراح تكون من الصفر للأربعة ايش قد قيمته مالته؟ راح تكون خمسة. اوكي لو ترجع للرسم هذا الرسم لنا ياهن شوف من سالب أربعة للصفر ايش قد قيمته؟ صفر. من الصفر للأربعة ايش قد قيمته؟ خمسة. وهكذا. اوكي فنلاحظ انه السيجنال تكرر فترات زمنية. اذا هذا السيجنال بريودك حسب الكونديشن الدايتشلت كونديشن اللي قلنا به ثلاث اي بي سي ثلاث شروط. فاذا هذا السيجنال تعتبر بريودك ونقدر نحسب لها الفوريير سيريز. حسبنا الاي نوت هاي انتجريشن رياضيات تطبيقها. فراح تكون 0 زائد 5 للتي انتجريشن دور نعوض مكان تي مره 4 مره نعوض 0 راح تكون عندي 1 على 24 ويساوي لي ايش قد؟ 5. اذا دي سي ليفل مالته ايش قد؟ 5. اوكي خلينا نرجع صدق 5 لو لا. شوف تلاحظ الدي سي مالته راح تكون 5 الامبليتود مالتها. اوكي زين نحسب طبعا هاي التفاصيل اذا تريد نوتات شلون حسبنا شلون طلعت 5 بالتفصيل. اوكي ايش قد التي راح تكون 4 واضح؟ يقول لك 1 على 4 وتكون بالنتيجه 5. هذا تفصيلي لك اذا تريد تقراه ممكن ان تقراه بالتفصيل شلون حسبناها. المين فاليو ايش قد راح يكون عندي؟ اذا تريد ذا مين فاليو اوف ذا اور فانكشن از جيفن باي اي نوت على 2. ممكن تختصر الحل شلون يعني؟ our function is has value قد 5 for half of time and قد 0 for all half. اذا a not على 2 must be 2.5 so we a not we have value قد هنا راح تكون عندي 5. مثل النتيجه اللي حصلنا a not راح تكون قيمتها زائد 5. زين نجي ل a sub n this point. راح نحسب الاي سب ان نفس القوانين بس هنا نضرب بيمن نفس القانون اللي استخدمناه بالاي نوت ما عدا انه نضرب الاي سب ان بيمن بالكوساين. فنجي 1 على 4 انتجريشن سالب 4 على 4. اوكي
اف اوف تي كوساين ان باي تي على ال ايش قاعد ال هنا 4 نخلي 4 دي تي اوكي كوساين الدور هنا راح نسوي نطبق ال مره ان 0 مره لا القيمه الاف اوف تي ايش قد قيمتها هنا قيمتها من ضمن هذا الرينج راح تكون 0 وضمن هذا الرينج من 0 ل 4 قيمتها ايش قد 5 زين بعدين 1 على 4 تكون 0 عند بهاي الحاله 5 هنا كوساين ان باي على 4 الان هنا ما راح اعوضه بعدنا انا بس نسوي الانتجريشن طبقناه الكوساين تكامل الكوساين اوكي وبالنسبه للجزء مع الاخر ايضا راح يكون عندي اذا اطبقها رياضيا 4 على ان باي ساين ان باي على تي من الصفر الى ايش قد 4 1 على 4 في اوكي في 5 لان هاي 1 على 4 في 0 0 تروح هذا الجزء الدور 1 على 4 ندخلها على الجزء الثاني على الجزء الثاني راح يكون في 5 في 4 على ان باي اللي هي نفسها هاي في ساين ان باي على 4 من 0 ل 4 صح زين راح شو يكون عندي 5 على ان باي 4 على 4 راح تروح تبقى 5 على ان باي ساين ان باي 4 على 4 اوكي هم ناقص الجزء اللي بعده ساين ان باي 0 على 4 فايش راح تكون 5 على ان 4 ساين الان باي نزلناها مثل ما هي لان اختصرت 4 على 4 ناقص هنا ساين 0 ساين 0 راح يكون هو مباشره 0 والنتيجه راح تكون 0 عندي فاذا اي سب ان ايش قد قيمتها راح تكون 0 اوكي نقدر هذا بدل ما نحسب هاي الرياضيات والعمليه المطوله نقدر نستنتج الاي سب ان ايكول 0 مباشره هسه راح نجيها بمحاضره بس هنا بدي اعلمك شلون تحسب الكوفيشنت بعدين دور احنا نقدر نستنتج الاي سب ان ايكول 0 ايش وقت والبي سب ان ايكول 0 ايش وقت بدون ما نمر بهاي الامور الرياضيه فهذا مجرد حتى تتعلم على الحسابات شو يقول هنا هذا معطيك اياه يقول next in this section في هذا الجزء ال even and odd functions we see that we don't even need to calculate n اذا عندك الاشاره مالتك هي شنو انت ما تحتاج انه ال even to calculate n ال a sub n هي ال even فانت ما تحتاج تحسبها مباشره تقول zero in this example ليش؟ We can't tell it we have value zero before we start. يعني أنت قبل لا تبدأ وتحسب إذا تشوف السيجنال هي even low odd. إذا even شو تقول we will see that we don't even need to calculate a sub n لأنه ما نحتاج أن نحسبها مباشرة نقول هاي الإشارة هي a sub n equal zero. واضح لو لا ليش؟ لأنه we don't even need to calculate a sub n واضح العبارة we don't need even need to calculate a sub n مباشرة تقول صفر لأنه هاي even زين ال b sub n لازم تكون لها قيمة ما تكون صفر فنفس القوانين بالضبط بس هنا ضربنا في من في الساين ان باي على تي طبقتها بالضبط نفس المتغيرات فقط مخلينا مكان كوساين خلينا ساين فراح تكون عندي قيمه لهنا لها ما يصير صفر ليش؟ لانه at this point we can هاي لانه ايفن فبالايفن اي سب ان ايكول زيرو لو اود لو كانت اود بالعكس اذا اود تقول بي سب ان ايكول زيرو والاي سب ان لها قيمه واضح هاي الملاحظه؟ زين نجي الاف اوف تي ايش راح تساوي لي هذا القانون هذا القانون الاول اي نوت اوفر 2 اي ان كوساين في البي ان سي ان تعوض مجرد مكان هاي قد قيمتها 5 على 2 2.5 المين فاليو هاي قد قيمه الاي سب ان طبعا شوف شو تلاحظ الاي سب ان قيمتها هنا راح تكون هنا خلينا صفر شوف الاي ان حصلنا صفر هنا حصلنا لها قيمه ناقص 5 ان باي ان في هاي موجوده بالقانون ساين ان باي على ال 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 ناقص 4 فراح تكون النتيجه النهائيه 2.5 ناقص 5 على باي ان كوساين ناقص ان هذا حلك بالنسبه للدور مجرد تعوض مكان ان مره تاخذ ان 1 مره تاخذ ان 2 وهكذا ينتهي حلك بالنسبه لحساب الفوريا سيريز هذا نطبق هسه ناخذ ان ناخذ مره واحد مره ناخذ 2 ونعوض بالمعادله اوكي
هاي واحد على واحد عوضنا ان واحد طلعنا القيمة. ايش قد طلعت القيمة في الان واحد؟ ناقص 2 ساين باي تي على 4. مرة ناخذ 2 راح تكون 0، مرة ناخذ 3 وهكذا. شو تلاحظ؟ كل ما تكون عند الان زوجي راح تكون عندي قيمة 0، بدل ما يحتاج تحسب الاربعة وتحسب الستة، لان بالزوج راح تكون 0 فقط، بالفرد لها قيمة، لان هاي السيجنال هي الايفن سيجنال. واضح؟ شوف بكل زوجي إلى صفر، بكل زوجي هي صفر، تستنتج مباشرة تحط القيم. انت مو اللي توصل للسبعة، توصل لا تاخذ للأربعة يكفي، ما يحتاج لأنه وقت ما عندك بالإكزام. أوكي، فتكون حلك النهائي هو هذا الحل النهائي للفوريا سيريز. إن شاء الله تكون واضحة. هذا حل تفصيل، أكثر تفصيلان ما يحتاج أنه تنزل بالتفصيل للحل. زين، هذا جاي يوضح لك بالإضافة سيجنال نضيفه إلى سيجنال أخرى. شوف هسه هاي السيجنال ضفنا لهذا، هاي الحل مالتنا طبعا، ضفنا لها السيجنال، شوف التغيير مالته راح يصير نفس جاي تنضاف، ولا في شيء ينضاف. هسه انت مو اول اشاره عندك هاي بالان واحد، دور ضفت لها هاي اشاره صارت هاي، الدور تجيب هاي تخليها بالبريفيوس ريزلت وتضيف لها هاي وهكذا، لان هي فورير سيريز، هاي متعادة حلنا هاي بالتفصيل الى اخره. فشوف الحل النهائي عندك، هذا الحل النهائي، حل واضح بالنسبة للفوريير سيريز. طبعا هنا يقول لك مكان 2L ممكن نسميه 2 باي بالنسبة للبريود. ناخذ اكزامبل اخر، تقدر تاخذ اكزامبل اخر مثلا، معطيك ياسك ال اف اوف التي من التي لسالب باي، والتي قيمتها من سالب باي لا باي، فايش قد راح تكون البريود من عندي باي وباي؟ راح تكون 2 باي فور اول تي. احسب اوبتن او فايند فور سيريز اوف اوف تي اند رايت فيرست فور تيرم اوف فور سيريز. هنا ايش قد حدد لك فور تيرم؟ بالمثال مالتنا وصلنا 7 وتقدر توصل 10، بس احنا ما نحتاج، اقول لك فور تيرم او اقول لك 3 او اقول لك 2 حسب للسهوله، يعني اختصار للحل. فهذا التوتوريال تعتبر لك امثله اخرى اضافيه تستفاد من عندها. اوكي، هذا طبعا بالماث وورد مستخدمه، هاي كلها امثله تقدر تستخدمها. طبعا هاي السكشن فورير سيريز بالنسبه للايفن ان اوت فانكشن، هاي مهمه حتى تختصر لنا حل بالايفن، ايش وقت نقول اي سب ان يكون 0 او بي سب ان، ايش وقت نسميها للاوت فانكشنز. هاي اختصار للحل مهم تقراها يعني. هاي بالنسبه اكزامبل الايفن فانكشنز، هاي تعتبر شنو ايفن فانكشنز، يعني الاي سب ان ايكوال 0. اوكي، فمباشره بس نحسب لها البي سب ان، بس نحتاج الايفن فانكشن، نحتاج اذا ايفن فانكشنز نحتاج نحسب فقط هاي، نحسب فقط البي سب ان. اوكي، واذا اود ليش هنا انا بي سب ان نحسب لان اف اوف تي از ايفن، اس مين انتجرال وي هاف شنو 0. اوكي، فور فورير سيريز فور ايفن فانكشن ذا كوفيشنت هاز 0 فاليو بي سب ان. زين، شوف so we need to calculate a sub n when finding the Fourier series expansion for even functions. يعني هنا بالنسبة لك انت تقدر تحسب حل، تطبق قوانين، بس تقدر تستنتج اذا الـ even او اذا odd. هسه شو يقول هنا؟ يقول اي نوت واي سب ان وي فايند ذا فورير سيريز اكسبانشن فور ايفن فانكشن اوف اوف تي، فراح نحتاج الاي نوت والاي سب ان. يعني معناها الايفن فانكشن هاز اونلي كوساين ان تيرم فورير اكسبانشن،
يعني في هاي الحالة راح يكون عندي ذا even function فقط راح تملك لي كوساين بالفوريير اكسبانشن. يعني هذه المعادلة راح تكون عندي بالضبط. هاي بالنسبة لل even functions. إذا كانت عندي odd functions هاي الاود بالضبط هاي الاود فاكشنز شوفها انه تكون الدايجونال مالتها متساوي. اوكي زين بالنسبه راح اشرح تكون عندي بالنسبه للاود ذا زيرو كوفيشنت ان ذيس كيس اي نوت راح تكون زيرو والاي سب ان ايكوال زيرو بالحاله الاود يعني الابي سب ان هاي تساوي لي اود فاكشنز اختصار له الاود فاكشن هاز اونلي ساين تيرم ان فوريير سيريز يعني بالاود فاكشنز راح تملك لي فقط الساين بالاود فاكشنز تملك لي فقط فقط بها ساين. اوكي هاي هذا ملخص الحنة اختصر الحل بشكل مفيد خاف صار التباس شوية. نقول اذا الفاكشنز اذا هي اود راح تكون فقط بها ساين واذا كانت ايفن راح تكون فقط بها كوساين. اوكي زين هذا هنا راح يكون عندك اكسرسايز هذا لك يجب ان تحله find the Fourier series for function for which graph is given by هذا انه يا ريت تحله وتتقوى عليه الحل مالته وتشوف النتائج. أعطيك الحل مالته. اوكي هذا اكسرسايز 2 ايضا تمرين ثاني شو يقول هنا لو تلاحظ هاي شنو سداله هاي هاي الفاكشن هي even اذا even شنو معناها البي سب ان ايكوال 0 يعني we only need to find a not i and a sub n يعني نحتاج نحسب فقط ال a sub n وال a not لانه هاي الدالة شنو even واضح لو لا زين يعني انت تستنتج مباشرة من بين هاي even اذا even قبل مباشرة ال b sub n equal 0 زين هاي مطيق شلون حسابهن ايضا تقدر تحسبهن. هاي تبقى تيتوريال لك ممكن تقراها او تستفاد من عندها. هاي مجموعة اسئلة تستفاد من عندها. هذا نفس القانون اللي استخدمناه even harmonic example ايضا هذا هاي f of t مطيك اياها تقدر تحلها ومطيك الجواب مالتها. هنا راح line spectrum ما داخل بالمحاضرة هذا يكون غير مطلوب لهنا غير مطلوب فقط محاضرتك راح تكون لهنا ان شاء الله ان تكون المحاضرة سهلة وما بها اي مثلا صار يعني عندك مثل ما تقول فقط بتركز لي بالملاحظات اللي قلت لك عليها فقط في حاله الفاكشن اذا ايفن او في حاله الفاكشن اذا اود يعني اذا الفاكشنز ايفن فقط نحسب الاي سب ان والاي نوت واذا مو ايفن اود راح نحسب لها فقط البي سب ان والاي نوت. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة المدرس مساعد حسين علي رسول الهيبي شكرا جزيلا لكم.